رمثة جزء من الأردن وطبعا جزء غالي علينا جميعا. بالنسبة لنا لما نفتتح مكان سياحي ومكان أساسي مثل ماكدونالدز في هذه المنطقة بيكون بيأهل أول شيء الشباب، نفتح مجال لشبابنا أنه يكون له وظيفة بعد ما يتدرب ويتأهل ويكون له مجال أنه يتعلم، يكون له فيها مجال أنه يعمل فيها. هذا أول بند. البند الثاني هو تنشيط للتجارة، تنشيط للسياحة، تنشيط للعمل الحر في هذه المنطقة. المئوية قادمة طويلة علينا، بس احنا محتفلين بالمئوية الحالية إن شاء الله بافتتاحنا الفرع 40 في مادبة في الرمثة آسف. وبهذا المجال احنا مسؤوليتنا الاجتماعية تتوسع، فاحنا مخصصين مبالغ كبيرة وعمل كبير خيري من خير البلد لأهل البلد، هذا ما سميناه. فإحنا راح نخفف مصروفاتنا على موضوع الدعاية ونحطها في دعم الأقل حظا، فإن شاء الله إحنا هاي المبادرة راح تستمر لثلاث شهور وراح نكون نشطين في كل أنحاء المملكة بعون الله. هلا بالنسبة للموظفين، احنا من الأساس من نشأة الشركة ب 1996 تبنينا سياسة توظيف الأردنيين فقط، والحمد لله اليوم احنا مكملين مسيرتنا بأن وظفنا كل موظفينا بفرع الرمثة من سكان وأهل الرمثة، شباب بأخلاق عالية بمستوى تعليمي عالي، فإن شاء الله راح يكونوا مميزين جدا وراح ينعكس هذا الشيء على مستوى أداء الخدمة الموجود بهالفرع. احنا سعداء بان نكون بهذا الافتتاح في مدينة عزيزة على قلوبنا جميعا وهي مدينة الرمثة وبين أهلنا وإخواننا في الرمثة. أنا إصراري على القدوم هنا وافتتاح هذا الفرع 40 في من سلسلة ماكدونالدز لهدف واحد، وهو أعداد العمالة التي تشغل من أبناء المنطقة ليس فقط من الرمثة ووصولا إلى إربد وكافة المناطق المحيطة في الرمثة، حوالي 45 فرصة عمل جديدة. أنا تكلمت مع بعض الموجودين، بعضهم لأول مرة يعمل في مجال الخدمات وبعضهم أول مرة كوظيفة، فنحن سعداء بهذا الافتتاح ونتطلع لافتتاحات أكثر في مناطق مختلفة في المملكة.